طيب انا عايزاكي تجيبي صفحة 278 يا رودينا، ماشي يا رودينا؟ راي رودي، السؤال الأول 278 صح؟ اه الحديث الذي يدور بين الإنسان وغيره لا يقتصر فائدته على التواصل وملء وقت الفراغ، فهناك فوائد أخرى عديدة. فالحديث وسيلة لنقل الفكر والتبادل المعلومات، ووسيلة لتحقق التعارف بين الناس، كما أنه يساعد في حل الصراعات والمشاكل بين الأشخاص ويقوي العلاقات الاجتماعية. لأجل هذه الفوائد وضعت ضوابط معينة للحديث، منها تقبل الآخر فلا نر نزري به أو نضايقه، وحسن اختيار الألفاظ والاتيان بالدليل. والإتيان بالدليل على صحة قولي، وشجاعة الاعتراف بالخطأ من غير هذا الضوابط، ويكون الحديث عشوائيا بلا هدف أو فائدة. جميل. طيب مرادف نعيب. مرادف نعيب، الاتيان، لا لا، نزري، نظري معناها نعيب. من قلتها نزري بعدها ماشي، برافو عليكي. مضاد الصواب. الخطأ. برافو عليكي. ثلاثة. مفرد الأدلة، الدليل. برافو عليكي. لا تقتصر فائدة الحديث الذي يدور على التواصل وملء وقت الفراغ، هناك جميل يا فوائد رضاين. تمام. اتنين. لحظة. الحديث وسيلة لتحقيق لتحقيق الفكر وتبادل المعلومات. برافو عليك يا رودين. حدد الضوابط التي وضعت للحديث بين الإنسان وغيره. تقبل الآخر، برافو. تقبل الآخر فلا ن... يعني إيه، فلا نزري، به أو نضايقه، واختار حسن الألفاظ والإتيان بالمعنى. الاتيان حسن بالدليل الاختيار على الأول، صحة قولي. دليل على صحة قولي، وشجاعة الاعتراف بالخطأ ومن غير هذه الضوابط، ويكون الحديث عشوائيا بلا هدف أو فائدة. برافو عليك يا رودين. دال. كيف يكون الحديث من غير الالتزام بالضوابط؟ يكون الحديث عشوائيا بلا هدف أو فائدة. برافو عليك يا رودين.
إن أجل زينة للفتاة هي الفضائل، فكأن الفضائل جواهر وتتحلى بها بين الناس، فليت كل الفتيات تعلم أن الزينة الحقيقية في الأخلاق الحميدة، ولعل كل أب يربي ابنته على قيمة الإنسان في خلق ودين. حرف ناسخ يفيد التمني، هو عايزين يعرف نعرف ما تحتوي الخط في البداية. خط ازاي؟ اعرف ما تحتوي خط للختم. خبر إن منصوب علامة نصب والفتحة. برافو عليك يا رودينا، عشان اللي بيجي بعد كلمة أجل بيعرب مضاف إليه. بصي أنا عايزاكي تكتبي بعض الكلمات اللي بيجي بعدها مضاف إليه، كلمة أجل ودون وجميع وبعض وكل وخير وشر. هقول تاني، ايوه خير وشر وكل وبعض ودون وأجل ايوه وجميع وغير وسوى والظروف بتاعتنا ايه سواء ظرف الزمان أو ظرف المكان تمام. اللي بيجي بعدهم بيعرف مضاف إليه، اللي بيجي بعد الكلمات دي وانت مغمضة عينيك مضاف إليه. يعني بس زينة هي هتبقى هي المضاف إليه، لأن هي اللي جاية بعد أجل. أيوه مش انت قلت الفتاة خبر إن؟ أيوة، ماشي، ما انت كده شطورة. خبر إن مرفوع علامة رفعه، منصوب علامة نصب الفتحة. لا مرفوع بالضمة عشان خبر إن النصابة بتنصب اسمها وبترفع خبرها. أيوة ماشي. جميل يا رودين، بوركتي عزيزتي. فكأن الفضائل الجواهر تتحلى بها بين الناس. بين ده ظرف مكان منصوب بإيه؟ منصوب بالكسرة. منصوب بالفتحة. انا طبعا كنت هقولها فتحة الأول. ماشي طيب، ولعل كل أب يربي ابنته. وخبر لعل لا خبر لعل الجملة الفعلية اللي هي كلمة يربي في محل رفع خبر لعل. يربي ده مش فعل يا رودينا، أيوه. يعني جملة فعلية، وأنا قلت لك بسأل عن الفاعل، باجي قبل الفاعل وأسأل عن الفاعل بكلمة مين، عشان أسأل عن المفعول بسأل بكلمة ماذا. اسألي كده، مين اللي يربي؟ الأب يبقى يربي هو ابنته، يبقى الأب الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ أو هو، يبقى ميزة يربي ابنته ابنته، يبقى ابنته مفعول به منصوب بإيه؟ بالفتحة. فهمتي يا رودينا؟ الله، على أن قيمة الإنسان هي خلقه ودينه. الإنسان عارفة
مش أنا دي من اخوات إنا وأخواتها، أنا كأن لكن ليت لعل اخوات إنا النصاب، بتنصب الاسم وبترفع ايه خبر. الخبر، يبقى أنا الخبر دي ايه؟ ايه؟ دي برافو خبر عليك يا ايه؟ رداي، خبر إنا مرفوع بالضم. تمام، حرف ناسخ يفقد التمني. لعل. ماشي، بس بيقولك استخرج من الفقر. لعل في الفقر، لعل كل اب يربي ابنه. جميل، حرف ناسخ يفقد التشبيه. برافو كأن عليك يا رضاين، خبر لحرف ناسخ يفيد الرجاء وبين نوعه. ليت. الرجاء يا رودينا، ليت ده بيفيد التمني. ليت هو اللي بيفيد التمني، إنما لعل بيفيد الرجاء. يعني دي فقليت انت وكان كده لعل. احنا كده عدلنا رقم واحد اللي هي حرف ناسخ يفيد التمني، المفروض ليت كل فتاة تعلم، انما لعل يا رضيت مش في الرجاء، يبقى انت كده هتختاري تكتبي رقم واحد فليت كل فتاة تعلم. ثلاثة، لعل كل اب يربي ابنته. ظبطت. ده مين باين صححيها بقى. إذا ظبطتها. جميل يا رودين، ضمير بارز وبين نوع. هي برافو، نوع ايه يا رودين؟ مخاطر إلى غائب. برافو، شطورة ما شاء الله عليك. اسم معرفة واجعله نكرة. زينة. قلت ايه يا رودينا؟ زينة. هو عايز اسم معرفة، الزينة. ماشي، خليه بقى اسم نكرة. زينة. برافو عليك يا رودينا ما شاء الله. إن الفلاح نشيط. اجعل اسم إن المثنى مذكر مرة وجمع مذكر سالم مرة وغير ما يلزم. طيب إنا وأخواتها، إنا بتعمل إيه في الاسم؟ لحظة، انت مش فاهمة عايز ايه في البتاع. هو عايزين نسني الجملة مرة ونجمعها مرة. عارفة إيه طب قول نسني ان يعني إيه يا الفلاحين رودينا؟ نشيطين. هذه بقى ان الفلاحين نشيطين. ان الفلاحون نشيطون. لا، أنا عايزاكي تقولي الجملة الأولانية تاني نهي. في التثنية. ان الفلاحين نشيطين. المفروض نشيطان عشان خبر إن بيبقى مرفوع. تمام. طيب والجملة التانية في الجمع؟ إن الفلاحين نشيطين. نشيطون نشيطون. ماشي. عشان جامع. طيب، دال المهندسون مخلصون في أعمالهم. ادخل إن أو إحدى أخواتها على الجملة السابقة. إن المهندسون مخلصين في عملهم في عمله. غلط، ركزي بس تاني. إن بتعمل إيه في اسمها؟ بترفع خبرها بتنصب خبرها وترفع اسمها. إن بتعمل ايه في اسمها؟ تنصب. برافو، تنصب اسمها وبترفع خبرها. طيب دخلي إن وأخواتها بقى على الجملة دي. المهندسين إن المهندسين مخلصين في عملهم. مخلصون زي ما هي عشان خبر ان بيبقى مرفوع دايما. يعني
إن المهندس مهندسين. مخلصين في عشان العمل. اسم ان يبقى منصوب، يبقى اسم ان منصوب يا لانه جمع مذكر سالم، ومخلصون خبر ان مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم، وفي اعمالهم جر ومجرور. يبقى قولها كده تاني يا رودين. إن المهندسين مخلصون في أعمالهم. برافو عليك. طيب استخدم علامات الترقيم الآتية في ما كان. يلا يا رودين اقرأي. أرسل الأسد حمارا يرعى قرب عزينه. عرينا يعني مكان بيت الأسد. هتحطي ايه يا رودينا؟ هنحط فصلة. برافو عليكي. فسأله، هنحط نقطتين فوقيتين. نقطتين فوق بعض. برافو عليك. أليس أليس لك لك مأوى غير هذا؟ أنا متعجب. برافو. فأجاب الحمار، حط نقطة، ماشي. لا دي نقطتين فوقيتين عشان في هنا. فأجاب، فإجابة يا رودين هنحط نقطتين، إجابة وسألة بنحط نقطتين. أنا حطيتهم، لا لو إجابة وقال نقطتين يا رودين. ما انا حطيتها نقطتين من ورجعت قلت لك نقطتين. ماشي. انه لشيء مؤلم ان تشعر بالبؤس مع الجوع، فقال الاسد، نقطتين فوقيتين، صدقت فاني جائع. نقطة، لا صدقت فإني جائع وهجم عليه. مش الفاصلة بتفصل بين جملتين وفصلة، وبتربط بين جملتين. ماشي يبقى فاصلة. وهجم علي فاصلة برضو. من عملتها وافترس. وهنحط ايه بقى؟ نقطة. ماشي برافو عليك شطورة يا رودين. بصي يا رودين، النهاردة هناخد كتابة المنشور. لو أنا عايزة أكتب منشور هعمل إيه؟ خطوات كتابة المنشور بتتمثل في 4 حاجات. أول حاجة، والموضوع والاختصار طب اسمعيني بس، وبعدين والتحكم. إحنا لسه بناخد الدرس ده جديد صح؟ أنا ما شرحتوش قبل كده صح؟ أيوة. اسمعيني بقى. المنشور ده بكتبه إزاي؟ المنشور ده بيتكون من 4 حاجات. أول حاجة المقدمة، ثم الموضوع، ثم الاختصارات. طيب الاختصارات دي زي ايه؟ الاختصارات دي مثلا كلمات وتعبيرات يمكن من خلالها البحث عن موضوع. يعني انت مثلا كده لما يكون اطلب منك ان انت تكتبي مميزات وعيوب التواصل الاجتماعي، فتقولي يا مس ده حاجات كتير جدا جدا جدا، فاقولك ايه، خشي كده على جوجل ابحثي اكتبي مميزات وعيوب التواصل الاجتماعي. فانت ايه هتقولي لي؟ ايه انا اجيب اختصار. يعني ايه اختصار؟ يعني ملخص الكلام ده كله. بدل ما اجيب الحاجات الكتير دي كلها، لا انا هلخص المميزات في 5 6 جمل والعيوب في 5 6 جمل، صح ولا لا؟ يبقى دي الاختصار الملخص يعني. ثم بعد ذلك الخاتمة. طيب عندنا هنا نموذج لكتابة منشور. احنا قلنا ان المنشور بيتكون من جملة افتتاحية وموضوع واختصارات وجملة ختامية. طيب انا عايزاكي تقرأي لي المنشور ده يا رودينا. اعزائي الطلاب، أعزائي الطلاب، نحن الآن في الأسابيع الأخيرة من الفصل الدراسي الأول، وامتحانات
نصف الأيام تقترب. أذكركم الآن بأهمية إدارة الوقت بشكل جيد خلال فترة المذاكرة، لذلك من المهم جدا أن تبدأوا مبكرا في التخطيط ووضع جدول زمني للمذاكرة. على أن يشمل هذا الجدول كل المواد الدراسية وعدد الساعات المخصصة لكل منها. راجعوا دروسكم في فترات مؤقتة متقطعة متقطعة. لتثبيت المعلومات. خصصوا وقتا كافيا للمراجعة وعمل الاختبارات التجريبية. قسموا أوقاتكم بشكل مناسب بين المراجعة وحل التمارين والاستراحة، ولا تنسوا أن تأخذوا فترات منتظمة للراحة حتى لا تشعروا بالإرهاق. حافظوا على فترات مراجعة منتظمة، تجنبوا التشتت، احرصوا على النوم الكافي وتناول الوجبات الصحية، واستعينوا بأساليب الاسترخاء عند الشعور بالضغط. وأساليب الأخير والأسبوع الأخير، ركزوا على الاستعداد النفسي والجسدي من خلال النوم الكافي في اليوم السابق للامتحان. ركزوا على المراجعة السريعة وتجنبوا المذاكرة الطويلة، وتذكروا جيدا أن يمكنكم بالله بأن إمكانكم بالله وبأنفسكم، وتنظيم أوقاتكم سيساعدكم كثيرا على النجاح، وأن التنظيم سيمكنكم من إدارة أوقاتكم بحكمة، وسيساعدكم على التفوق في امتحاناتكم. ثقوا بالله وبأنفسكم ولا تستسلموا. تستسلموا للقلق. أتمنى لكم التوفيق. برافو عليك. بعد قراءة المنشور التطبيقي، يبقى احنا قلنا ان المنشور بيتكون من 4 حاجات. اول حاجة الجملة الافتتاحية، وثاني حاجة الموضوع، تالت حاجة الاختصارات، رابع حاجة الجملة الختامية. طب تعالي نقرأ الأسئلة دي ونحلها. موضوع هذا المنشور عن ايه يا رودينا؟ تنظيم الوقت. تمام. باء اكتب جملة افتتاحية جيدة. موضوع المنشور يعني غير دي. أيوة، تكتبها من خلال فهمك للفقرة، غير اللي موجودة في الفقرة. هو انت لما بتمتحنها بتقرب يا رودينا، بتعملي ايه؟ ايوه. طلاب الأعزاء، ذاكروا جيدا لكي تنجحوا في الاختبارات. جميل يا رودينا. طيب، استعينوا بالله. 3 جيم أضف نصيحة جيدة تساعد على جديدة، تفكير جديدة. دي في نصيحة جديدة تساعد على تنظيم الوقت. لما الامتحانات بتقرب بننظم وقتنا ازاي؟ مثلا بدل ما كنا بننام 10 ساعات، بننام كويس، بنخرج 9 ساعات كويس، مثلا. نجرب بننام كويس، عشان نركز في الامتحانات، ونحل امتحانات كتير، نذاكر كده. ونحدد أولوياتنا وأهدافنا في الفترة دي، صح ولا لأ؟ أضف ماشي. نصيحة، ما رأيك في الجملة الختامية ولماذا؟ ايه رأيك في الجملة الختامية؟ هل كانت مناسبة أم لا؟ كانت مناسبة لماذا بقى؟ ايه رأيك لأنها فيها؟ يشجع التلاميذ على المذاكرة وتنظيم الوقت. برافو عليكي، بركتي يا رودين. طب ها، اكتب جملة ختامية جديدة لموضوع المنشور.
ثقوا بالله وبأنفسكم ولا تسمحوا بالتوتر بالتأثير عليكم، أنتم قادرون على تحقيق النجاح يا بعون رزينة، أنا مش عايزة اللي مكتوب، أنا عايزة من دماغك أنتي. يعني لحظة واحدة. ماشي. مش عارف. مش عارفة، فكري كده، فكري. انت لما ما بتيجي للامتحانات بتكوني موقفك ايه؟ اه، فاحنا عشان نقلل التوتر ده نعمل ايه بقى؟ نذاكر اه، نذاكر كويس، نكون واثقين في نفسنا، ننظم الوقت بتاعنا. تمام. ايه تاني؟ نمارس الرياضة. ما استسلمش للقلق برضك، لو استسلمت للقلق هضيع نفسي. لازم ابقى واثق في نفسي وما استسلمش للقلق، وانظم الوقت كويس، لان تنظيم الوقت ده هو اللي يساعدني على النجاح. تمام. طيب، عايزين نحل 281 يا رودين، اقرأي بقى كده. اقرأ المنشور الذي أمامك ثم أكمل التحليل الذي يليه. أيها الأبناء، إن بر الوالدين واجب ديني وأخلاقي وإنساني عظيم، يجب على كل واحد منا أداؤه على أكمل وجه. فنحن مدينون لوالدينا الكرامين بوجود الرعاية والتربية، لذلك علينا أن نحترم ونقدرهم ونبرهم طوال حياتهما، وأن نؤدي حقوقهما علينا في الصغر قبل الكبر، كما يجب علينا أن نبادله حسن الصحبة والاحترام والتقدير، وأن نعطيهما في المعروف، وأن نرعى مشاعرهم، وأن نتجنب إيذائهم، وأن نخصص وقتا لزيارتهما والاطمئنان عليهما، وأن نهتفهما باستمرار ونشاركهما أفراحنا، وأن نحسن صحبتهما بالكلام الطيب والابتسامة الدائمة، وأن نساعدهما في الأعمال المنزلية ونرافق بهما في كبيرهم، وأن نسعى رضاهما ولا نغضبهما، وأن ندعو لهما بظهر الغيب. كذلك يجب علينا أن نساعدهم في أن نساعدهم عند الحاجة، وأن نسامحهما على أي ذل حققنا، وأن نستشيرهما في أمورنا الكبيرة والصغيرة، نستشيرهما في أمورنا كبيرها وصغيرها. وأن ندعو لهما أن ندعو لهما دائما دائما بكل كل خير في خير الدنيا والآخرة. في الآخرة، ويتذكروا أن بر الوالدين مفتاح لكل بركة في حياتنا، وأنه يجلب لنا الخير الكثير الكثير في الدنيا والآخرة، ولذلك علينا أن نبادر بأداء هذا الواجب قبل فوات الأوان. على فكرة، المنشور ده مش مجرد منشور عن طاعة وبر الوالدين، لا، ده حقيقة. الإنسان اللي بيبر باباه ومامته وبيسمع كلامه بيلاقي بركة في اليوم. يعني عايزة تنجح في حياتك يا رودينة، عليكي بطاعة الوالدين على طول. تمام.
احيانا ما بتسمعيش كلامهم صح؟ بس مش كتير. احيانا صح؟ أي. لما بقى احيانا ما بتسمعيش كلامهم، مش انت ما بتعرفيش تذاكري؟ جربيها كده مرة، هتلاقي كده نفسك زعلانة من نفسك. يلا تذكر غير المصلح، بتقولي ايه؟ بعرفش أذاكر غير لما بصالحهم. ايوه، هو عشان لازم يبقى فيه بركة في المذاكرة. الانسان بيبقى مخنوق اصلا لو باباه ومامته مش راضيين عنه، صح ولا لا؟ برافو عليك يا رودين، شطورة. عايزين الجملة الافتتاحية يا رودين. أيها الأبناء، إن بر الوالدين واجب ديني وأخلاقي وإنساني عظيم، يجب على كل واحد منا أداؤه على أكمل وجه. برافو فنحن عليك. طيب مكرمون بوالدينا الكريمين بوجودهما والرعاية والتربية. دي الجملة الافتتاحية كلها. ماشي، الموضوع فين يا رودينا؟ موضوع طويل. إذا علينا أن نحترمهما ونقدرهما طوال حياتهما طيب وأن لغاية فين؟ هي الحتة دي كلها لغاية فين؟ لغاية في الدنيا والآخرة صح؟ أيوه. ماشي. طب الاختصارات، عايزين نعمل اختصارات للموضوع ده بقى. أول حاجة يجب طاعة أوامر الوالدين ماشي، ده أول وأن اختصار. ثاني نحترمها اختصار، برافو. وأن نحترم ماشي، و ثالث اختصار. لحظة. وأن سمتك إيه؟ أخصص وقت للإيه؟ لزياراتهم لزيارتهم وأن والاطمئنان هي عليهم. لحظة يا ناس، لحظة مش لحظة ماشي، والله، مش عارفة أطلعها أقولها إزاي. وأن ندعو لهما دائما بكل خير في الدنيا وفي الآخر. برافو عليك، شطور. طيب عايزين الجملة الختامية يا رودين. ويتذكروا أن بر الوالدين مفتاح لكل بركة في حياتنا، وأنه يجلب لنا الخير كثيرا في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك علينا أن نبادر بأداء هذا الواجب قبل فوات الأوان. دكتورة يا رودين. طيب يا رودين، هناخد 281 والجزء ده و282 واجب. ماشي، تمام. هاتي 283 يا رودين. من أول ثالثا. النص الأدب المحرر للمحتوى، اقرأ ثم أجب. أمين. فتى في العاشرة من عمره متفوق في دراسته ويحصل على الدرجات النهائية دائما، ولكنه عيبه أنه لا ينصت إذا لما يتحدث. وذات يوم أخبره والده أنه سيذهب في اليوم التالي لمقابلة صديق له في إحدى الحدائق، فبدأ والده يصف له طريق الوصول إلى هناك، لكنه كان غير منتبه للكلام. ففي الموعد المحدد خرج من المنزل وركب وسيلة المواصلات التي نصحه أبوه بها، وعندما نزل منها لم يتذكر الشارع الذي عليه أن يسير فيه، فسار إلى الشارع الذي أمامه وظل الطريق. فأخذ يقول لنفسه: هذه نتيجة عودة من صوتي لأبي. واتصل بوالدي فتى إليه، وحين رآه أمير قال له: أعتذر يا أبي، لم أغفل بعد ذلك عمن يحدثني وأنصت باسمي. معنى ينصت يستمع، جمع عيب عيوب. برافو عليك يا عيب رودين، العبد الذي يتصف به أمير أنه لا ينصت جيدا المتحدث.
كده برافو. بعد أمير والده في نهاية القصة أنه لم يغفل بعد ذلك عما يتحدث معه وسينصت باهتمام. ما شاء الله عليك، بركتي. طيب رابعا، للحوار أنواع كثيرة وشائعة، هناك حوار الإقناع يكون بهدف إقناع في كل ظرف الآخرين بصحة ما يقول، وهناك الحوار البحثي ويكون لجمع المعلومات وتبادلهما، وهناك الحوار الاستقصائي فيه يأتي كل ظرف بأدلة التي تؤكد صواب ما يقوله، هناك حوار تفاوضي ويحاول فيه الأطراف الوصول إلى حل يرضي الجميع، وكل هذه الأنواع تكون في إطار الالتزام بآداب الحوار، ولكن هناك نوع للحوار يسمى الحوار الجدلي، وهو الذي يحاول فيه الظرف أن ينتصر على الآخر حتى لو كان مختارا في هذا، وهذا النوع لا يلتزم فيه بآداب الحوار ولا يأتي بأي فائدة. معنى منتشرة شائعة برافو عليك. مفرط مفرط حلول حلول، حل ما شاء الله عليك. ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة الآتية: الحوار الجدلي يلتزم فيه الأطراف بآداب الحوار. ماشي. ما هو الحوار، ما أنواع الحوار الذي وردت بالفقرة؟ الحوار الإقناعي والحوار البحثي والحوار الاستسقائي والتفاوضي والجدلي. التفاوضي والجدل. ماشي شطور. حاول بنور الفكر أن تتجمل حاول بنور للفكرة أن تتجملها، واجعل كلامك طيبا ومعسرا. معسلة الرؤى يحتمل الصواب ضده، لا تحسبن الرؤى قولا الرأي قولا منزلا. إن كنت لا تدري الحقيقة كلها. حاول صديقي جاهدا ألا أن تسأل. لغة الحوار نوافذها مفتوحة يا صاحبي، تبقى عقلك لا تبقي عقلك مقفلا. فلا. ماشي. معنى الحديث: الكلام لا كلامك وجع كلامك. الحديث كلام. معناه الكلام. هل الإنسان لا يسأل حتى يصل إلى الحقيقة الكاملة عما يعرف عما لا يعرفه؟ اذكر البيت الذي يدل على معنى الصبر. إن كنت لا تدري الحقيقة كلها، حاول صديقي جاهدا أن تسأله. برافو. طيب ما الجمال في لغة الحوار النوافذ؟ مش عارف مش فاهمة قصده ايه في ال تعبير مجازي حيث صور لغة الحوار كنتش فاهمة بس المعنى ايه، ايه؟ مكنتش فاهمة المعنى ايه، معنى هو عايز مثلا ايه في لغة الحوار النوافذ، يعني صور لغة الكلام بإنسان، يعني إزاي بيقولك لتعبير الجمال اللي في لغة الحوار النوافذ. صور لغة الحوار بشباك له نوافذ مفتوحة، ده تعبير مجازي يا رودين. ماشي. تعبير المجاز حيث شبه الشاعر
لغة الحوار بنوافذ مفتوحة. ماشي. مش عادي ناخد البي ده واجب، نعم، ناخد البي ده واجب ونحل في الصفحة اللي بعدها. لا هنحله حالا. يلا يا رضاين. سيظل الإنسان مؤمنا إذا ضمير حي، فهو أكثر الناس صبرا، يكبر على عمل نشيطا، يعمل أن حب الله يجري في دمه، فليت كل البشر يكونون مثله ويتمسكون بدينهم حتى يصير كل منهم آمنا على نفسه. اعرف ما تحته خط. إيه لحظة، ده هيبقى خبر. برافو، خبر مرفوع بالضم. شطور. حب ده خبر إن، لا قصدي اسم اسم مبتدأ إن، إن، اسم اسم إن إن موصول بالفتح. منصوب بالفتحة. ماشي. كل ده حرف لحظة، طيب يصير دي من اخوات ايه يا رودينا؟ وات كان طيب كانت بتعمل ايه في اسمها؟ ترفع اسمها وتنصب خبرها. ماشي، يبقى ده اعرابها ايه؟ كل اعرابها ايه؟ اسم يصير مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. برافو. طيب استخرج من الفقرة ضمير مستتر وقدره. يقبل هو. برافو. اتنين، اسم من الأسماء الخمسة. زي برافو. خبر لحرف ناسف. يصير ماشي، فين الخبر بقى؟ آمنا. برافو عليك. ضمير بارز وباين نوع. هو نوعه غائب. برافو. اسم نكرة وآخر معرفة. الإنسان معرفة، ماشي، النكرة ضمير. برافو. خبر لفعل ناسخ وباين نوع. على فكرة يا رودين، 3 خبر لحرف ناسخ مش لفعل ناسخ. احنا قلنا رقم 3 يصير كل أمنا. يصير ده فعل مش حرف. انا لسه واخده بالي حالا. انا يبقى احنا حلينا رقم 3 غلط. يعني شوفي، رقم حرف ستة هي ناسخ اللي هي انا، انك انا، لكن ليت لعل.
ممكن تقولي زيها باسم لا ايه تاني، ممكن تقوليها تاني عشان مش سمعتها. الحروف الناسخة؟ إن أنك أن لكن ليت لعل. أنا أن حب الله. ماشي، ما جبتها، هي أنا حب الله. يا حبيبة قلبي احنا خدنا خبر لحرف ناسخ كتبناه في الأول يصير كل منهم. أنا شفتها ماشي خبر لفعل ناسخ. دوت. أنا إيه ما قلت لك؟ أنا كنت أقصد فيها حب الله، حب الله. اللي بعدها هتبقى رقم 6، دي هتبقى الإجابة بتاعتها كل منهم آمنا على نفس آمنا. يعني انت عدلتيها؟ أيوة شطور. طيب جيم يا رودينا. قابلت حميكة في المسجد، حماكة مش حميكة. برافو. نحن دال متفرقون، أدخل كان مرة وإن مرة مرة أخرى على الجملة السابقة مكتوبة صحيح. كان لازم كان، يعني ما ينفعش خدي بالك احنا هنشيل نحن. من عارف. كان الطلاب متفوقون، متفوقين عشان خبر كان بيبقى منصوب. متفوقين. إيه إن الطلاب متفوقون، إن الطلاب ايه؟ متفوقون. برافو يا رودين. طيب يا رودينا احنا كده خلصنا الكتاب الكبير، في كتاب صغير كده مع كتاب الأضواء صح؟ أيوة طيب احنا عايزين نحل الاختبارات اللي هي اختبار واحد. هاتي كده يا رودينا معاكي؟ لحظة، جبت أمس. جبتي؟ أيوة أنا عايزاكي تحلي، شوفي الاختبار الصفحة الكام، الاختبار الأول، هما 15 اختبار. في مراجعات بتاعت الأشهر. لأ الاختبارات دي بتبقى في نص الكتاب، أنا ماليش دعوة باللي هي الاختبارات اللي بتاع المحافظات، اللي هي الشهور، مش عايزين نحل دول. احنا هنحل اللي هي الاختبارات اللي من قدام. الاختبار الأول صفحة كام؟ 43. 43. ماشي، انا عايزاكي تاخدي واحد واجب. ماشي، اه هو ده. واحد طيب الكتاب الكبير، شوفي اول موضوع فيه كام درس قراءة. الموضوع الأول في نص السماء وبتاع نفسي وتفكير في النجاة. ثلاثة طيب هنسمع درسين قراءة. ماشي، يعني بتاع نص الاجتماع والقصة القصيرة هتمثل. أول درسين قراءة في الموضوع ده هنسمعهم الحصة الجاية إن شاء الله. ماشي، هنسمعهم كده اللي هو إيه في كتابة المنشور ولا
ولا كتابة المذكرات اليومية الموجودة في المحور الأولاني؟ مذكر. مش عايزاكي برضك تكتبي تذاكري كتابة المذكرة اليومية. والحصة الجاية إن شاء الله هنبدأ حصص المراجعة من الحصة الجاية، هيبقى معاكي كراسة، تمام هقولك مثلا اكتبي مذكرة يومية عن كذا، فتكتبيها وتبعتيها لي على الواتساب، ماشي؟ واحنا في الحصة أثناء الحصة، ماشي؟ مثلا هسمع اللي شبه دول كده ولا هسمع الدرس نفسه؟ الواجب يعني؟ لا التسمية، هسمع دول ولا هسمع الدرس؟ هتسمعي أول درسين في الموضوع الأول. يعني مثلا اللي هو هسمع اللي هما دول اللي هو الدرس اسمه ايه يا حبيبتي؟ اه المعاني. ايوه المعاني، هو ده اللي انا هسمعه ولا الدرس؟ لا هتسمعي المعاني فقط، الدرس مش مقرر عليكي ان انت تعرفيه، بس اهم حاجة المعاني بتاع الدرس، ماشي؟ يلا سلام يا رودين.